خطارة إنه الواحد يفرجي حاله قدام الناس. طبعاً المناسبات كتير اللي ممكن إنك تفرجي حالك قدام الناس. لو أخذنا على سبيل المثال اجتماع أو مؤتمر، الشاطر اللي بده يرفع إيده ويسأل ويبين إنه فهمان. طبعاً الأشطر اللي بيسأل 20 سؤال في سؤال واحد، يعني لما بيسمحوا له الكلام بيبدأ بتعقيب أو مداخلة، وبعدين بيسأل سؤال من شقين، وكل شق من 3 فروع، وكل فرع فيه 4 محاور. والأشطر إنك تروح على اجتماع لحالك بدل ما تاخد 10 من الموظفين تبعونك، بس تسأل عنهم، يعني 1 بـ10. والشغلة طبعاً ما بتوقف عند السؤال، كل شيء بيصير لازم يكون بـ10. مثلاً بتلهط الأكل لحالك لأنك بتاكل عن 10، وكل شوي بتشرب شاي أو قهوة، بلاش 10 اللي مفروض إنهم جايين معك يزعلوا. وإذا المؤسسة بتدفع مواصلات وإنت جاي راكب عادي بـ10 شيكل، تطلب 100 شيكل بحجة إنك إنت جاي طلب، يعني برضو عن 10. وعشرة على 10 يا شاطر. شاطر أنا يومياً على أثير 24 FM مع وليد بطراوي.